بقول لك شاي يا ابني. في بيت الفلفل ولعني بقي، مبقتش عارفه اتكلم. بس حلو. الهنا والشفا. شكرا يا حيوان. عفوا. عفوا كل الناس عنده حيوان. ايه ده؟ استاذه هيا؟ مساء الخير يا استاذه هيا. مش عارفاني يا استاذه هيا ولا ايه؟ في حريقه ورايا. تعالى كده شوف. ما تخافش يا استاذه قوي كده، انا عارف ان الجاكيت لسه جديد. يا استاذه هيا انت ما قلتلوش عني ولا ايه يا استاذه؟ مين القنف ده؟ ايه يا استاذ انت ما تعرفنيش؟ انا اسف. يا نهار اسود. موحه مخرج الروائع يا استاذ، ده اكبر مخرج كليتات في مصر كلها يا استاذ. انت ما تتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ مخرج ايه؟ كليتات يا استاذ. لا ازاي ده، عارف مخرج، حتى لابس واحد منهم انا. حلو يا استاذ والله العظيم، انت ظريف قوي. ميرسي. انت عارف يا استاذ انا معايا اكتشاف النهارده هكسر بيه الدنيا، لن اتخلى عنه ابدا حتى الموت. الواد ده صوته يا استاذ صوته غريب، غريب جدا. سيد حموكشة، سيد البرديشي، سيد الخرتيشي، اسمك ايه يا ابني؟ محمود حنبله. محمود حنبله، ابو رجل عامله زي القله. والنبي يا استاذ اسمع، غني اهو، غني غني، يلا تحفهم. انت قايل لي اغنيه دمرت ام جوه، قولها لهم. نفسي نفسي. خلاص حبيبي. نفسي يا دنيا. يا استاذ هو نفسي عايز نفسي. بعدين نفسه في سجق مش في كبده يا استاذ. الواد ده بقى يا استاذ نفسي. انا بنزل مناطق نائيه زي دي، اقعد ادور على بذور المطربين اللي زي دول، اخدهم بقى انا عندي، افرخهم واكبرهم واعملهم نجوم يكسروا الدنيا كلها. الواد ده اتفرج عليه في ظرف بتاع 25 سنه، وربنا هيغير مسار الاغنيه في تاريخ الكره المصريه. وعلى فكره بقى يا استاذ، الواد ده خامه حلوه، ما تديلهم واحده غير نفسي دي، حاجه تانيه. انا ايه؟ تعالي كده هيرجع. انا كلت الكبده. خد تاني يا حبيبي. وانا نايم. الله عليك يا حنبله عالمي، حنبله اكل الكبده ونايم، مزيكم بتاكلوها وانتوا صاحيين. ايه ده الكوميدي؟ اكتشاف ده، ابعد الاكتشاف ده، اقف يا اكتشاف. انا مش معاك ولا ايه؟ لف يا بنت كده يا بنت، وري الناس الاكتشافات دي. يا مزيكا ما تشغلنا حاجه على الاكتشاف ده، خلينا نكتشفه. احنا جايين ناكل مش جايين نرقص. اخشى على ايه يا عم الجو اللي انت عايش فيه ده؟ بقول لك اكتشاف، واكتشاف رخيص، تقول لي اخشع وما تخشعش. سمعني حبيب قلبي، سمعني يا عم. وفيها ايه لما يسيب في البيت اوضه مقفوله لامه؟ ما انت خدتي البيت كله وانا هرميها في الشارع. انا ايه اللي يجبرني ان جوه بيتي يبقى في اوضه مقفول عليها وجواها عفش؟ ايه اللي يجبرني على كده؟ يا ساتر يا رب عليكي شريره. لا انا مش شريره، انا مش قليله يا هدي. وبعدين انا اوريدي بتنزل لما بتجوز عمتي، وانا ما عنديش استعداد اتنزل اكتر من كده. ليه؟ ما الجواز قائم على التنازلات، ولو ما كانوش الاثنين هيتنازلوا يبقى مش هتعيشي سعيده، جاتك نيله. مش هتنازل على فكره. ها والله مش عارفه اقول لك ايه يا دودة. حبيبتي بالهنا والشفا. تسلم ايدك. انت اول مره تدوقي اكل، قولي لي بقى هيعجبك ولا ايه؟ لا 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 مش قادره. ايه مش قادره دي؟ لا طبعا لازم تاكلي، حاسبي عديني. مش جعانه خالص. وانتي عديني. ليه يا دودة؟ يعني ده انا طبخه بايديا كده. حاسبي فصصي لها الفراخ في الشوربه. ماشي ماشي. تحفة تحفة، بصي تحفة. دوق قولي لي ايه رأيك. يلا وانتي كمان دوقي. هدوق يا ساتر. انا هدوقك يا لولو. تعالي يا لولو.
يلا يا تي هامي يا بابا. ناقصه ملح. الملح جوه. يلا يا بابا. البت دي طول عمرها بتحب الملح زياده في الاكل. بحول الله يا رب. عارفه الملح جرام ملح واحد جوه جسمك يساوي ايه؟ ايه؟ 7 كيلو فات. وانا بحب الفات. بس ده اكل عادي صحي. ثانيه واحده. اكل ايه يا امي؟ عادي. عادي؟ ايوه. ايه عادي دي؟ في حاجه اسمها عادي؟ اه عادي ما فيهوش ملح. اكل عادي يا حبيبتي. اسمه اكل عادم معدوم الملح. عادم ايه عادي دي؟ اخي اخي عادم تي منين دي؟ ايه مش بيقولوا مياه عذبه؟ بنقول احنا بقى مياه عذبه بنقول ميه عاديه. لا 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 البت دي هبله بجد. طب انت بتقولي ايه يا سو؟ انا بقول ما فيهوش ملح يعني بسيطه خالص. طب وانت بتقولي ايه؟ انا اهلي علموني لما الاكل يكون من غير ملح نقول عليه سايط او دلع. ايه لازمة الضحك؟ مش فاهمة يعني. صايت دلع عادم ايه العيال الزبالة اللي انا قاعدة جنبهم دول؟ لا يا شيخ احنا اللي زبالة. اه طبعا واحدة صايت والتانية عادي. طب تصدقي بان انت ممكن تكوني بتقولي فانيلا؟ طب والله العظيم بقول فانيلا. طيب شباك ولا شباك؟ شباك. طب كوبرتا ولا كبرتا؟ كوبرتا دي انت تقوليها. اه في ناس بتقول كوبرتايا. ايه كوبرتايا؟ انا عارفة. طب دبانة ولا دبانة؟ دبانة. طب شباك ولا شباك؟ شباك. قلناها قلناها. طب مكنسة ولا مكنسة؟ لا ركزوا بقى. واحدة تقول كده مكنسة ولا مكنسة؟ مكنسة طبعا. طيب بنطلون ولا منطلون؟ ايه منطلون؟ منطلون. وصلنا للفكره دي لان كلنا عندنا نفس الهدف وخصوصا في الظروف دي. عجبني قوي اسمها الرجل. لا وخلي بالك دي اول مجله بتتكلم عن اي حاجه تخص الرجل. لا والحلو فيها انها ملهاش اتجاه معين يعني مش سلبيات بس او ايجابيات بس. بصي يا انجي احنا فعلا ما عندناش النية ان احنا نتكلم عن السلبيات بس. طبعا انت عارفه المجتمع اللي احنا عايشين فيه وقد ايه ده مجتمع ذكوري وطبعا بيعظم الراجل قوي. فلو اتكلمنا عن السلبيات بس مش هتبقى حلوه. وده طبعا يعني على مستوى سياسي بزنس حتى في بيوتنا يا بنتي. انت عارفه احنا هدفنا ايه؟ ان احنا نخلي العين تشوف الحقيقه سواء الحقيقه دي بقى كانت ايجابيات او سلبيات. اه بس هي الحقيقه ان السلبيات اكتر بكتير. اوه ده اكيد. انت عارفه النهارده الصبح كنت لسه بتكلم عنك عن اتنين معايا في المجله وقلت لهم قد ايه انا كان عندي واحده صاحبتي ايام الجامعه كانت بتكتب حلو قوي وكان دايما ليها وجهه نظر عن الراجل مختلفه عن اي حد. فمش معقوله يعني لما اقول الكلام ده عنك وقابلك بعد كام ساعه يبقى انا غلط. اكيد انا صح. انت عايزاني معاكم؟ طبعا. بصي المجله دي فيها ثلاثه انا وصفاء وهايدي وانت الرابعه بتاعتنا. خلاص انا عايز اشتغل معاكم. لا انت مش هتشتغلي معانا انت هتشاركينا. انت اساليهم الاول. اسالهم ايه؟ اولا هما شبهنا انا وانت جدا. ثانيا انا رئيسه التحرير. طول عمرك زي ما انت مش هتتغيري ابدا. ايوه طبعا زي ما انا مش هتغير. خلاص انا معاكم. اوكي احنا كل حاجه جاهزه بس ما فضلناش غير المقر بتاع المجله ويعني بقالنا كام يوم بندور عليه. لا لا المقر ده عندي. لا بتهربي. اصل انا واخده شقه ومش محتاجه فيها غير اوضه واحده انام فيها وممكن نخلي بقيه الشقه المقر شارككم بيه. بصي انا مش عايزاكي تقلقي خالص احنا كل حد بيشترك بحاجه بيبقى ليه نسبه وبتتكتب في العقد. يعني هايدي مثلا باباها عنده مطبعه فهي مشاركانا بالجزء ده. طبعا ده غير شغلها يعني. ها ايه رايك؟ خلاص انا معاكي. عرفتي بقى ان احنا ما اتقابلناش صدفه النهارده؟